في بداية الحملة الانتخابية قررت ألا يصدر منا أي شيء حتى نكون على مسافة واحدة من الجميع، وأعلنت ذلك في بيان، وطلبت من الإعلاميين والثقافيين والصحفيين أن يتركوني في شأني حتى لا نؤثر في أحد، وتركنا المرحلة الأولى وتمخضت عن رأي الشعب كما أراد الشعب. بعضهم كتب ساخرا: مفتي الديار خارج الخدمة، وهذا شرف لي أن أنزع يدي مما لا شأن لي به، وهذه أوسمة على صدري أفخر بها، أنني عالم للجميع أبين لهم دين الله، ولا أدخل في السياسة الحزبية بأي حال كان ولا تحت أي ضغط، فلم أنتمي إلى حزب في كل الأنظمة، بل ولم أنتمي إلى جماعة وإلى مجموعة، إنما جعلت قوله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، نبراسا لمن أراد طريق الله وأراد العودة إليه. أفهم أن هناك تضاد بين مفهوم العلمانية والشريعة الإسلامية، أم أن لكم رؤية يعني تكمل رؤية الدكتور عمارة أو توضحها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. هذه كلمة جديدة العلمانية. وافدة علينا، إذن فلا بد من الرجوع إلى الأصل المستعمل في الغرب. هذه الكلمة عندما أردنا أن نترجمها حدث كما أشار الدكتور عمارة هذا الخلاف ما بين هي علمانية أو علمانية أو عالمانية، ومعنى هذا أنها ليست من إنتاجنا وليست من حضارتنا وليست من اشتقاقاتنا. هذا إذن مصطلح بإزاء مفهوم وارد إلينا، فلا بد علينا أن نفهم ماذا يريدون. من أبدع ما كتب في هذا حتى نحكم إذا كان هذا موافقا للإسلام أو مخالفا للإسلام أو موافقا لحضارتنا وتاريخنا وهويتنا أو مخالف لذلك، العلمانية الشاملة والعلمانية الجزئية للمرحوم عبد الوهاب المسيري، وهو كتاب في جزئين يشرح فيه بالتفصيل ما معنى العلمانية الشاملة وما معنى العلمانية الجزئية التي أشار إلى بعضها الدكتور عمار. القضية: كل إنسان من 6 مليار في الأرض يتشوف للإجابة على هذه الأسئلة، سؤال متعلق بالماضي وسؤال متعلق بالحاضر وسؤال متعلق بالمستقبل. وهنا تأتي الأديان السماوية وتأتي الفلسفات الوضعية لتجيب بطرق معينة ومختلفة على هذه الأسئلة الثلاثة، ولذلك نسميها في حضارتنا بالأسئلة الكبرى، لأنها أسئلة شاملة لكل البشر، لأنها هي التي حيرت الإنسان، لأنها هي التي إذا ما تأمل الإنسان في وجوده وفي الكون حوله فإنه يسأل هذه الأسئلة. ما الأسئلة هذه الثلاثة الكبيرة التي حيرت الناس وأجاب عنها كل دين؟ احنا جايين منين؟ ممن نحن؟ جايين منين؟ الماضي بتاعنا الاسلام واضح انه ربنا خلقنا. نعم. وكذلك الدين واضح، المسيحية تقول ان ربنا خلقنا، اليهودية تقول ان ربنا خلقنا. طب وبنعمل ايه هنا؟ هو معنى الحياة دي ايه يعني؟ انا قاعد هنا ليه؟ فالسؤال هذا متعلق بالحاضر،
بواقعه الآن؟ هذا السؤال أجاب عنه الإسلام وقال له أنت مكلف. ومكلف معناه أن هناك أمر ونهي من الإله بيقول لك صلي وصوم، اوعى تسرق، اوعى تنهب، اوعى تفتشي، حج، اوامر ونواهي. طيب ولزومه ايه بقى التعب ده كله ده، واقوم اتوضى الفجر واصلي واعمل وكذا الى اخره؟ فبيجاوب لي على الاجابه السلسه، هو ماذا سيكون غدا وانا شايف الناس بتموت، بيتولد وشفته هو بيتولد ونبقى فرحانين غايه الفرح وهو بيولد، ثم بعد ذلك تمر الحياه ثم يموت، ويموت في اي مرحله كانت، وهو طفل وهو شاب وهو شيخ، سبحان الله. طب نروح فين؟ فياتي الاجابه الثالثه ان هناك يوما اخر فيه جنه، فيه نار، فيه حساب، فيه عقاب، فيه ثواب، ويرسم لنا الدين وبالتفصيل دين الاسلام هذا الحال في هذا اليوم. وفي صلاتنا في كل ركعة نقول مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. فهنا الإجابة على الأسئلة الثلاثة واضحة عندي وفي ذهني ومستقرة في يقيني وفي هويتي، وأنا طالع على كده. فلقيت الفلسفة دي اللي جاية لي بيقول لي لا، ما أنت بتدخل ليه المدخل ده واحنا شعرفنا بالحدوته دي بتاعت انه ربنا خلقنا ده؟ لا انا ليا مدخل تاني. قلت له ليك مدخل تاني غير انك انت بتؤمن بان الله هو اللي خلق، وبان الله هو اللي كلف، وبان الله هو اللي اليه المرجع والمآب، ليك اجابات تانية؟ قال لي اذا ده اول خلاف بيني وبينك، عشان انا انت دلوقتي بتسالني هو ده مخالف ولا مش مخالف، يعني مختلف ولا لا؟ صحيح. ايوه كده، يبقى مختلف بين العلمانيه والحضاره الاسلاميه والاسلام او الاسلام. ان هنا بيقول لي بقى، انا بالنسبه للسؤال الاول انا مش نفسي اخليه اسمه الاسئله الكبرى، انا عايز اخليها اسمها الاسئله النهائيه. قلت له يعني ايه؟ قال لي انا هقعد ابحث في الفلك وفي الجيولوجيا وفي الارض وفي السماء علشان اجاوب على الحكايه دي. قلت له اجاوب على ايه؟ قال لي اجاوب اذا كان في ربنا ولا فيش، واجاوب على اذا كان ربنا خلق الخلق ده ولا لا، واجاوب على اذا كان ربنا اوحى لينا علشان افعل ولا تفعل زي ما بتقول ولا لا. ومن هنا راحوا لابسين حكايه العلم بالقضية دي علشان يسميها علمانية. الكأن الإجابة على هذه الأسئلة تحتاج إلى علم، حتى لأنها أسئلة نهائية. قلت له بس أنا من غير العلم ده، الفيزيولوجيا والفلك وكذا إلى آخره والفيزياء والكيمياء والطب وكل حاجة، وأنا مؤمن بيه يعني، بس أنا حتى التأمل لهذا الكون العظيم اللي حوالينا وببساطة كده زي الأعرابي ما قال البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، يعني فنهار ساج وليل داج وبحار ذات أمواج وأرض ذات فجاج، ألا تدل على اللطيف الخبير؟ يعني دي حاجة زي ما تكون فطرة في الإنسان، 6 مليار عالمهم وجاهلهم بيقولوا إن في إله، لأن القصور الذاتي محال في فطرة الإنسان وعقله وبأصل الخلق. فحضرتك عايزني يعني تربط ليه ما بين العلوم الحلوة دي اللي بتعمر الكون وما بين الإجابة على السؤال الأول؟ أنا مختلف معك حتى في هذا الأسلوب، ولكن الإجابة الأولى دي إجابة فطرية. نمرة 2، ما دمت قلت إن أنا استنى بقى لما أعرف في ربنا ولا ما فيش، يبقى نحيته مش أنكرته، لان احنا كل ما بنقول نحيناه يفهم بعضه لا احنا ما بننكرش ربنا، انا عارف ان انت ما بتنكرش ربنا بس نحيته، خرجته عن الاجابه مش هجاوب. طيب يبقى انا دلوقتي مكلف بايه؟ قال ولا حاجه، انت بقى تخليك كويس مع الناس وتخليك يعني بتعمر الارض. ازاي؟ قال فكر وتدبر وقول واعمل. وهنا دي
تأتي نقطة الحرية، اتركه يعمل، اتركه يمر. فإذا الإجابة على الأسئلة الثلاثة مختلفة. وبعدين بيقولي طيب اللي بعد الموت، قال يا مين يعيش، برضو أنا مش هجاوب عليها، أنا أهتم بحياتي الدنيا، ولذلك سموها عالمانية، يعني أنا عايز أعمر هذا العالم. يبقى إذن لازم بقى إذا كنا عايزين نناقش، نناقش بالصراحة دي. الإجابة على الأسئلة الكبرى اللي بيسموها الأسئلة النهائية، هم عايزين يخلوها إيمانية، يعني كل واحد مننا يعمل اللي هو عايزه، الكون كما تراه. وهنا بننتقل إلى نقطة أخرى، وهي المطلق والنسبي. هو في مطلق ولا كل حاجة نسبية؟ فاللي بيتوجه في العلمانية إنه لا، النسبية دي حاجة مهمة جدا، خاصة في العلمانية الشاملة، والنسبية دي هي كل حاجة، لكن المهم الكم والإنتاج والعقد والاستهلاك، ومبادئ كثيرة بتكون ما نسميه بالنموذج المعرفي. لكن القضية لماذا، وده اتوجد في الصحافة وفي الإعلام وكده، لا يوجد مسلم علماني؟ عايزين يخلونا مسلم علماني، بنقول ما ينفعش. ليه؟ لأنه ده نموذج معرفي وده نموذج معرفي تاني، مختلفين، اختلاف. لما نيجي في النموذج المعرفي ونحط العناصر بتاعته، نلاقيها 30 عنصر مختلفين، الإجابات مختلفة، يبقى مختلف، يبقى ازاي مسلم علماني؟ ما ينفعش، لا يستوي الأمر، لا يستوي. نعم. القضية لماذا، وده اتوجد في الصحافة وفي الإعلام وكده، لا يوجد مسلم علماني؟ عايزين يخلونا مسلم علماني، بنقول ما ينفعش. ليه؟ لأنه ده نموذج معرفي وده نموذج معرفي تاني، مختلفين، اختلاف. لما نيجي في النموذج المعرفي ونحط العناصر بتاعته، نلاقيها 30 عنصر مختلفين، الإجابات مختلفة، يبقى مختلف، يبقى ازاي مسلم علماني؟ ما ينفعش، لا يستوي الأمر، لا يستوي. نعم. طيب، إذا الأمر واضح. وجالي ضيفي العزيز فضيلة الدكتور أسامة الأزهري، كما أوضح فضيلة المفتي وفضيلة الدكتور عمارة، هناك اختلاف جذري ما بين الإسلام كدين وشريعة وما بين العلمانية. كيف نفض الاشتباك؟ وهناك تيارات، والبعض يتحدث عن أننا نريد دولة علمانية، أو أن هناك تيارات علمانية. شايف هذا الاشتباك إزاي، وكيف يعني نوضح الصورة لهؤلاء؟ متى تطبق الشريعة الإسلامية ونطالب بها الحاكم؟ أنت وشيخ الأزهر مسؤولون أمام الله. مسكين، لا حول ولا قوة، ده مسكين، مسكين صحيح، ضاقت عليه الأمور فعايز يتنفس، يقول أي كلام. ما يعني أهو، والله مسكين، والله مسكين. عايز اولا، عايز تطبق الشريعه الاسلاميه في ايه بالظبط؟ تطبقها عندك انت. انا عايز افهم انت عايز تطبق الشريعه الاسلاميه ايه بالظبط، واحنا نطبقها تاني يوم في ايه بقى. عايز تطبقها في ايه؟ يلا بينا نطبقها. ايه اللي انت عايزه تطبقه؟ الدستور بيقول دي دوله اسلاميه. دستور 23 ما كانش بيقول انه دي دوله اسلاميه. رحنا في سنه 70 قلنا للحاكم، أنا وشيخ الأزهر، يا حاكم حط كلمة إسلامية في الدولة بتاعتك. قال لي حاضر، حاضر يا سيدنا الشيخ، وراح حطيتها في الدستور. والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، كانت زمان مصدر من مصادر التشريع، قلنا له لا اختشي، قول المصدر الرئيسي. قال لي حاضر، وراح حاطتها. والقانون بيقول ان دي دولة إسلامية، وأنه لا يكون رئيسها إلا مسلم، وأنه لا يكون قائد جيشها إلا مسلم، وأنه تطبق الشريعة الإسلامية في كل مناحي الحياة، وأن أي قانون يصدر مخالفا لهوية الإسلام يرفض وترفضه المحكمة الدستورية العليا.
قلنا له ما ليه ما بترجمش الزاني؟ قال لي الزاني مين اللي رجمه؟ لم يرجم زاني هنا في مصر منذ 1200 سنة. هو أنا اللي ما برجموش؟ دي الشريعة بتاعتكم هي اللي مش عايزة يترجم. قلنا له ازاي؟ استغفر الله، استغفر الله ازاي؟ قال لي تعال، بيقول لي ايه؟ 4 شهود اثبات يرى الزاني بيزني الميل في المكحولة. طب قول لي بقى هنجيب 4 زي ده بيعمل في الشارع ده ولا ايه؟ ازاي يعني 4؟ ولذلك محدش كشف زاني عبر التاريخ الاسلامي. سيدنا عمر قالوا التقى الاربعة، قالوا له شفنا المغيرة بن شعبة وهو بيزني، كنا فوق وهو تحت. انت شفته وانت شفته وانت شفته جه للرابع كان زياد، قال له انت شفته؟ قال له لا. فجلد الثلاثة، ابو بكر الثقفي واللي معاه، قالوا له بتجلدنا ليه؟ قال لهم كده لانكم افطرتوا على الراجل. قالوا له والنعمة؟ بلاش والنعمة، وربنا شفناه. قالوا له وربنا شفناه؟ تجلدوا برضو. لا ربنا اراد كده لما تكونوا ثلاثة. الله، طب انت يا سيدنا عمر بتضربني وانا كنا ماشيين وقلنا للاربعة شفتوا، قالوا كلنا شفنا، وواحد رجع في كلامه، تضربني ليه؟ يعني معنى كده انك ما انتش عايز حد يشوف يروح يقول، لانه ممكن واحد منهم يموت، ممكن واحد منهم يرفض يتكلم. قال له ما اناش عايزك تقول. طب ربنا نزلها ليه الرجم دي والضرب؟ هننزلها عشان يخوفك. وجاء الى ابي بكر والى عمر والى عثمان سارقون، فقال له اسرقت؟ قل لا. أخرجه ابن أبي شيبة. فيقول الحرامي لا لم أسرق. طبعا الإخوة دلوقتي يقولوا إيه ده، هو بيأمره بالكذب، كذب إيه وبتاعي؟ وماعز لما جيت سيدنا رسول الله 4 مرات ويقول له لا 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 لا، وبعدين قال له أنت مجنون؟ قال له لا عاقل. قال يعرض على الكونسلت الطبي، وراح محوله على الكونسلت الطبي. مين دول؟ اهل حيه. قال لهم ماعز مجنون مش كده؟ قالوا له لا يا رسول الله، عاقل اعقل منه مفيش. فحكم عليه. فلما جت الطوبه في راسه مسكين ام جري، فقالوا للنبي قال هلا تركتموه؟ وأخذ منها العلماء جواز الرجوع في الإقرار عن حقوق الله. أنا عايز أفهم أنت عايز إيه؟ يعني هي الشريعة اختزلت في مخك في قطع اليد وإسالة دم الرجل الزاني ومش هي دي بس الشريعة؟ ولا الشريعة إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، والشريعة هي الشعائر القائمة من الصلاة والزكاة، والشريعة أيضا ألا تنكر الحدود وأن تعتقد أنها من عند الله زاجرات. سيدنا عمر في عام الرمضان أبطل الحدود. ليه أبطلها؟ أنكرها؟ لا، أوقفها. قال ده اللي يسرق ليه حق إنه يسرق. التنوخي في نشوار المحاضرة يقول كان القاضي ينزل المدينة فيجد 40 شاهدا عدلا، واليوم اليوم ده في القرن الثالث الهجري لا نجد إلا 2 و3. أنا دلوقتي الهيصة اللي احنا عايشين فيها دي في شهود عدول؟ فين دول؟ ما فيش شهود عدول. فأنا دلوقتي مستور وبقول يا رب سهل واستر ان الحاكم الله الله يخليه الحاكم ما يطبقش الحدود بالطريقة اللي هي القديمة دي، يطبق الحدود الإسلامية اللي اتكلم عنها الله ورسوله.
الحدود الإسلامية دي شكلها إيه؟ شكلها كله رحمة، شكلها كله إثبات، شكلها كله عفو. فهل عندنا قضاة يتحملون هذا وشهود يتحملون هذا؟ طب إذا ما كانش فيه يبقى